السلام عليكم. دلوقتي انا عايز اعمل دايمنشن للغرف ديت. اول حاجه لازم تعملها هتقول له دايمنشن، وبعد كده تبدا تحدد اول نقطه وتاني نقطه بالشكل دوت. طيب ولو عايز بقى تكمل ممكن تروح قايل له انا عايز دايمنشن كونتينيو، وتبدا بقى تقول له تاني نقطه وتالت نقطه، بس الطريقه دي هتاخد وقت. فاحنا جايبين لك طريقه تانية اسرع، وهي كيو دايمنشن. تقدر تتعلم بقى على كل حاجة بالشكل ده. طيب خلينا نقول له كيو دايمنشن ونعلم على كل حاجة، وتشوف بقى انت عايز تعمل الدايمنشن فين. فخلاص بقى عندك دايمنشن راسي وافقي في وقت قصير. طبعا بتحطهم على لير تانية وتغير اللون بحيث نقدر نفرق الخطوط دي ودي، يعني حاول تخلي دول واخدين لون غير لون الشغل نفسه عشان يبان.